ايوا سيدي المغاربه ما غادي يكونوش اليوم قل من المغاربه البارح، ولكن اذا كانت الشعب المغربي اقل وطنيه واقل غيره من ابائه واجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، انا تنقول له حذاري حذاري، الا ما فكيتيش الان صحرتك اليوم راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمه، ضعيف الوزن، منعدم القيمه. حذاري حذاري. السلام عليكم، اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، تبارك الله عليكم. هذا الفيديو غادي يكون اليوم استثنائي، وطبعا كنشكركم على التعليقات ديالكم اللي هما جدد، مرحبا بكم والله يحفظكم يعني داخل عائلة إلياس نيوز. طبعا ما عليكم غير الاشتراك وتفعيل زر الجرس وندخلوا في الموضوع ديال اليوم. قبل ما ندخلوا في التفاصيل والمستجدات اللي كاينه في قضية المغرب وجزائر والكبرانات والضربات والصفعات اللي تلقوهم، ترددت واحد شويه قلت ما نهضرش على واحد الفيديو انا غادي نوريه لكم دابا، كنت غندير عليه رياكشن. المهم على كل حال، فقررت انني غادي نوريكم اليوم، وسمحوا لي بزاف الله يستر عليكم ما ديوهاش مني مقلد الصور، غادي نوريكم تبون مباشره بالصوت والصوره. اشنو هو المحتوى ديال هذا الفيديو اللي غتسمعوه دابا او هذا المقطع؟ وهو ان خايب السميه هاد الكبرانات يعني اللي هما شوهوا بلادهم وشوهوا شعبهم ونفوسهم، وانا غادي نقول لكم عاود علاش في الفيديو، كيتكلم مع يوتيوبرز، كيتكلم على امير ديزيد، راه ربما كلكم تعرفوا امير ديزيد، مناضل جزائري كيحارب العصابه العسكريه ديال الكبرانات لي فوايو بحال اللي كيقول لهم الشفاره اللي نهبوا البلاد واللي قاتلين الشعب وعطيناهم الزميطه دايرين ليهم. نحن اللي قلنا لكم باللي هذا افشل رئيس مر على الجزائر بعد الفاشلين اللي سبقوه. افشل واحد واطحن واحد واللي ما يرفدش راسه كتبونكم. قليل الرجال اللي كيقدروا يهضروا ويحاربوا النظام العسكري الخبيث الملعون المتصهين اللي هما دايرين يديهم في يد ايران اللي كتهم امنا عائشه بالزنا كيف سبق وقلت، هذا معروف عندهم يعني دائما وابدا بالمنهجيه ديال الحكم ديالهم وفي الدستور ديالهم، ما يمكنش تكون اي شيء في ذاك البلاد الا ما كنتيش تابع للاماميه الاثنا عشريه اللي كتكفر ابا بكر وعمر وعثمان وكاع الصحابه كلهم وعلى راسهم العشره المبشرين بالجنه، اما عائشه وحفصه كيف ما قلت انا كنذكر وصافي، اللي هما امهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، انهن زانيات وكان عندهم حشاكم ونستغفر الله العظيم ونتوب اليه، وكيف ما قلت لكم البارح فضائيات دايرين بهذا الشان هذا. فالخرائر دولة الكبرانات هؤلاء البعوض المسموم دايرين يديهم في يدهم، وكيقول لك اسرائيل اللي هي اسرائيل للتهم، اقسم بالله العظيم وانا اعتقد هذا اعتقادا جازما وادين الله به، أن النظام ديال إسرائيل والتعامل مع إسرائيل أحسن بكثير من التعامل مع النظام الكبرانستاني، العملاء والخونة والجواسيس القتلة والمجرمين وناهبي أموال الشعب الجزائري. إذا رئيسهم اللي حاطينه هاني في الواجهة، أما هو الحقيقة الرئيس هو الشنقريحة اللي الجندي الحريزي دار لي داك الشيء اللي قلت الحياة في 76 في أمقالة، راه مازال دابا هاد الناس قال لك يقلبوا عليه. هذا اللي هو كيتعاير، تصوروا معايا قيمة ديال رئيس دولة، قيمة هذا رئيس دولة، أنا يعني أنا اللي هو إلياس، أنا لا شيء، عبد ربيه ضعيف إلى ربيه، ما نرضاش قيمتي ما تسمح لياش، البوزيسيون ديالي كمراسل صحفي وكصاحب قناة وكحق ما يمكن لياش الرد على واحد صاحب قناة حيت كيتعاطى معايا. هذا تبون حشاكم كيرد على أمير ديزيد وقاعد وسكران كاو. أنا نشوفوا المقطع الله يخليكم وسمحوا لي على الإطالة، غادي نشاهد. نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهضر من بعيد تشراك الفم من بعيد. من بعيد يجي الوقت وين يخلص فرنسا، يجي الوقت وين يخلص. أمير ديزيد كيعطيهم العصير لولاد الكلاب اللي فوايو الشفاره والعملاء ديالهم والخبثاء وباردين القلب اللي كيشوفوا ان الدوله ديالهم عميله ديال دول ارهابيه، دول مجرمه ضد الاسلام والمسلمين، وما يقدروش. انا نتحدى شي جزائري
يناقشني في قضية التعامل مع إسرائيل اللي كنفتخروا بالتعامل معها لأنها دولة صديقة. وزيد 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 قلنا بزاف ديال الكلام في هذا الشيء. ولا إيران، إيران حنا قطعنا معهم العلاقة، حنا سدينا لهم في 2005-2006 وقطعنا معهم قطعا في 2018 من اللي لقيناهم يلي شيان يلي كونار من اللي لقيناهم كيستعملوا يعني الدراع العسكري ديالهم في لبنان اللي هو حزب الشيطان، هو كتسميه حزب الله يا ولاد الحرام. هذاك حزب الشيطان اللي كيدرب هادوك المرتزقة ديال البوليزاريو بحماية أو بدعم وتمويل إذا صح التعبير من الدولة العسكرية جراثيم ديال كبرانيستان. واش انتم تقولوا لي انتم جيران؟ أنا كنقصد النظام والإعلام المرتزق وكل واحد اللي هو بارد القلب واللي ما عارف لا دينه ما عارف لا تربية ولا أخلاق. احنا هضرنا مرارا وتكرارا وقلنا نتعامل مع اليهود قد تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، نتعامل مع اليهود ونتفق معهم اتفاقية محترمة في إطار التعامل الاقتصادي والسياسي وغيره والاجتماعي. قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل مع اليهود واتفق معهم وعاهدهم. وصيروا تقرأوا يديروا الصحيفة والمعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. نعم، أما أنتم كما قال الشاعر أودعت الجزائر والكلب أمانة فخانت الجزائر وكان الكلب حافظ. فالكلب والله وفي وكيحافظ على المعاملة والخير وكيعقل عليه، ولهذا ما يزيد علينا حتى شي واحد. عندكم رئيس حمق كيرد على اليوتيوبرز هبيل مسطي، والله تنجيبك والله فين ما مشيتي ها عيشة قنديشة واسطة ديال الحمام حلا قاعد في البرمة. والله عار يا إخواني وأخواتي الجزائريين، الناس النقيين والناس اللي عارفين على أنهم عايشين في دولة إرهابية وفي دولة محتلة. فوالله واش هذه غنعاودها لي المرة الثانية ولا الثالثة دروك، واش بوتفليقة اللي حكمكم سنوات هو في الكروسة ما يدوي ما يتكلم ما يشوف ما يسمع هكا خشبة بحال جراندايزر إلا حيدتي ليه البريز ديال الضم وبقى هكاك جامد، وحاكمكم وكيقول لكم سيادة الرئيس واقفين حدا الكبرانات كيقولوا اه سيادة الرئيس وكيهضروا بلاصتو، هو مخرج عيني هكا داير بحال المومياء عقدتو على خت مرت فرعون. أنا شفتو داك في المتحف داير هكا استغفر الله العظيم هكا كان هادي، وحاشاكم داير هكا ليكوش وكيحكمكم وكيردو شي وحدين وكيكتبوه شي قمل ديال البشر كيكتبوا لنا في التعاليق بحال راهما بشر نتمنيتهم كيكتبوا لنا كذا. والمملكه المغربيه الشريفه والله العظيم الا جزائريين جزائريين بلا عدد ويتمناو تكون عندهم الجنسيه المغربيه، يتمناو يكون عندهم ملك ما يكونش عندهم الشنقريحه صاحب الحريزي ديالنا اللي الخبر في راسكم، ما يكونش عندهم التوفيق النزار. فين هو كاع اللي كانوا حاكميكم داك النهار وكنتو كتقولوا حنا خاوه خاوه العسكر الشعب خاوه، كنتو كتقولوا غير هذه واحد 3 سنين ولا لا؟ الجنرالات يسرقوا في الخيرات تاعو وهو يقول يحيى الجيش يحيى الجيش يحيى الشنقريحه، وامواله تهرب الى اوروبا، امواله تهرب ويشريوا بها لي زوتال وليون باموال الشعب، باموال الشعب الغبي، الشعب اللي ساكت على حقه، الشعب اللي يقول لك الجيش الشعب خاوه خاوه. كنا كنسمعوا الشعارات، فين هما هادوك دابا؟ شي هرب شي في الحبس شي تقتل شي تدوب، كل فكروا بدماغكم. راه هادو رئيس عصابه اختلفوا فيما بينهم حينما يعني بحال اللي قال لك شافوا شاف ما شافوهمش وما يسرقوا وشافوهم وما يتخاصموا، ياك هكا المثل كيقول ياك. ديروا عقلكم الله يرضي عليكم، ديروا عقلكم راكم مع المملكه المغربيه، والعصا لمن عصى والله ثم والله الى المغرب غير حتى شي وحدين كيهضروا كيدندلوا حول الحرب، حنا غنديروا العسكر عندنا الجيش وكذا، والله تيوقع لكم حصار. عقلتوا على صدام حسين الله يرحمه ملي دار داك الغلطه ديال العمر رحمه الله وتجرأ على الكويت فدمر العراق والعراقيين ولا زال الدمار الى يومنا هذا مع الاسف الشديد. فكانت الفتنة العظمى. أما المغرب راه ماشي هو الكويت، المغرب قوة عظمى، خلي ديك بلا بلا ديالكم أقوى أقوى من عرف يعني دولة عسكرية في المنطقة وكانوا أنتم عندكم هي الشيبانيين وغير القلب، القلب ما عندكمش القلب، القلب ديال المغاربة ما يكونش عندكم. أقوى كذا طاقة اقتصادية فين؟ حنا شفنا ما أكسجين ما عندكمش، الماء الزيت الحليب ما عندكمش، قتلكم الجوع
مع الاسف الا الشفاره في البلاد وبعض الناس اللي يسر عليهم الله لهم كل احترامات والتقدير الناس ديال الجزائر كاملين باش يكونوا واضحين. انا كنقصد هذيك الفئه ديال المنبطحين ديال المستشبحين ديال الجبناء، ولكن كنعذرهم لانهم يعني واحد الفئه عاود فيهم بين المطرقه والسندان. حنا كنشوفوا الان جمهوريه القبائل ها هما تحرقوا غابات كانت خضراء فاصبحت سوداء، اصبحت سوداء بالحريق. الاخ جمال بن اسماعيل رحمه الله عليه جابوا هكا مخابرات العسكريه وعطوه للبوليس، البوليس قدموه هكا لبعض الناس مساكن همجن هذيك باش كنقول انا الهمج الرعاع اتباعه كل ناعق. غير قالوا لهم البوليس ها هو اللي حرق الغابه، ها هو ها هو راه لقينا ليه ليسانس في الطوموبيل. ها بداو كي سالوا معاه مسكين الله يرحمه. ودابا شنو قال لك باش تعرفوا دوله ما عندهاش غرام ديال العقل وكيحسبوكم هبال يا خوتنا في الجزائر. تصوروا هذا النائب العام هذا مراد قال لك سيدي راه بغينا نجيبوا فرحات مهني، بغينا نجيبوه مذكره بحث دوليه وطالبوا فرنسا باش تعطيهم رئيس الجمهوريه ديال القبائل باش يعطي ليهم. اش غادي يعطيكم يا ليفويو يا الشفاره؟ شنو غيعطيكم؟ ان شاء الله غادي ينقلب عليكم الشعب والجيش الحر او العناصر وغادي يقدموكم ان شاء الله للعذاب الاليم. يعطيكم فرحه مهني، فرحه مهني رئيس جمهوريه ما كيتعطاش. اليوم سيداتي وسادتي جا الرد الرسمي من فرنسا بالرفض وانهم يكذبون والعالم يعلم انهم كيكذبوا، انه فرحه مهني ما عنده حتى شي علاقه بالموت ديال الاخ ديالنا جمال بن اسماعيل رحمه الله ولا بحرائق الغابات اللي اتهموا بها المغاربه. هنا قال لهم واحد الجزائري جوج كلمات وقال لهم يلا جاوبوني. هذا النظام ديال الجزائر ديال زائر لانه دايز وان شاء الله غير دايز. قال لهم هذا النظام هذا كيقول انه المغرب وراء الحرائق وراء قتل جمال. مزيان لنفرض ان كلامهم صحيح، هادشي اللي كتقولوا صحيح، اتهامات والادعاءات ديالكم ولو انكم ما عندكم عليها حتى شي دليل، ولو اعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه على من ادعى واليمين على من انكر. فانتم بما انكم متصهينين اليمين ما كايناش، اذا الدليل والبينه فينا هي. اوكي الاولى قال لهم ان لنفرض اوكي كلامكم صحيح يا النظام ديال الكبرانات، المغرب هو اللي فوق هو اللي يعني هو اللي داير هذا الشيء هذا، هو اللي حرق ليكم، هو اللي حتى الشتا الا طاحت راه هو اللي طيحها، استغفر الله العظيم. ولا جاني ماكم شي زنزان دمركم يعني فوايو، راه المغرب هو اللي دارها. ايوا الا كان هذا الشيء فري وقدر المغرب يخترق سبعه ديال الولايات حتى يوصل لجمهوريه تيزي وزو، جمهوريه القبائل في تيزي وزو، اذا انتم فين كاينين يا البوليس ويا الجيش ويا اقوى ما نعرف شنو اكبر كذا والاكبر والحريزي، تحياتي للحريزي يا اكبر اش. اذا انتم ما ساويين والو وما عندش ما عندكمش ولا يعني ما تقدروش تامنوا الجزائر، اذا خصكم تعطيوا اتساع وتسلموا السوارت للناس اللي يقدروا يامنوا الجزائر. هذه وحده، هذه قلنا لنفرض انه المغرب، لنفرض انكم كتكذبوا هذه هي الحقيقه كذابين افاكين اشيرين، ما انتم هما اللي درتوا هذاك الشيء كامل باش تصدروا الازمات الداخليه ديالكم لبرا المغرب باش تخليوا الناس زعما يتلهاو وكذا. وحنا طاطا غنديروا قطع العلاقات، بلاص قطع العلاقات كان خصكم توكلوا الناس وتعطيوهم من اللي صالح الشرب شويه ديال الحليب، راه الناس كتموت ما عليناش. اذا اما الاولى فانتم ضعاف وخصكم تمشيو الله يهنيكم، الا كانت الثانيه على ان ما عندكم حتى شي دليل يعني كتكذبوا، انتم غير مؤتمنين على الجزائر، غير مؤتمنين على اي شيء في هذه البلاد. اذا خص يتم الاعتقال ديالكم، خص يتم، انا كنتمنى شخصيا وهذه راه انه يتم تحقيق دولي في قضيه حرائق الغابات وغيرها في الولايات الجزائريه وفي مقتل جمال بن اسماعيل، وستنكشف الحقيقه يا كبرانات الجزائر. يوم ينقشع الغبار سترو اتحتكم جحش ام حمار. نعم اذا سيداتي وسادتي كاين بزاف ديال النقاط ولهذا ما غادي نطولش عليكم، غادي نزيد معكم واحد ثلاثه ديال الدقائق وتقبلوني شويه الله يكرمكم ويبارك فيكم. اعزائي الكرام كنا ناويين باش نحطوا لكم من الصباح وحنا كنديروا في الاعداد وكنوجدوا بزاف ديال الاخبار وبزاف ديال يعني بزاف ديال الحوايج، والله الا كنبذلوا مجهود ونشوفوا في الجزائر اش كيكتبوا اش كيقولوا، نشوفوا هنا نشوفوا لهيه، ولكن كيفما الطاقم التقني اللي كيوجه لكم تحيه من هذا المنبر وكيشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه. ارتأينا
بالله راه ننتظروا الفيديو القادم، لان الفيديو غيكون طويل بزاف وما بغيناش، يعني بغينا يكون داكشي خفيف ظريف. ونخليكم على خير، والله يحفظكم اعزائي مشاهدينا.